وللمزيد من التفاصيل حول الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف صحفي والمحلل السياسي السوري زياد المنجد عبر الهاتف من لندن. أهلا بك سيد زياد. أهلا وسهلا. بداية أسألكم عن سير المفاوضات في أستانا، كيف ترونها منذ انطلاقها أمس؟ يعني لابد أن نقول في الجولة الثامنة لأستانا ونتساءل ماذا حققت هذه المؤتمرات. هنالك 8 مؤتمرات، اليوم انتهى المؤتمر الثامن، والجميع يقول ماذا حققت هذه المؤتمرات لمصلحة الشعب السوري. نلاحظ أن المؤتمرات السابقة حددت مناطق خفض التصعيد في الساحة السورية، وهذه المناطق هي حقيقة الأمر هي مناطق توزيع النفوذ بين الأطراف المشاركة في أستانا، فهنالك قسمت المناطق للنفوذ الروسي والنفوذ الإيراني والنفوذ التركي. وفي المؤتمرات الأخرى تم تشكيل هيئة لضمان وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد، ولكن نجد أن هذا الأمر لم يتحقق. النظام وروسيا يخرقون وقف إطلاق النار، والضامنون هم في الحقيقة هم الحكم والخصم، وبالتالي لم تستفد المعارضة السورية ولا الشعب السوري من أي من هذه المؤتمرات. هنالك كذلك ملف المعتقلين الذي انفردت الجلسة الثامنة منه لبحثها، وطالبت المعارضة بإطلاق سراح المعتقلين. النظام السوري لم يوافق، قال لا يوجد لدينا معتقلون. أستاذ منجد، في هذا السياق وباعتباركم تطرقتم لهذه النقاط التي تناقشها أستانا 8، موضوع المعتقلين، موضوع الألغام، هي نقاط كانت موجودة منذ الجولات السابقة لأستانا. ما مدى الجدوى في الاستمرار في مفاوضات لم تراوح نفسها؟ يعني أنا أستطيع أن أقول أن مؤتمرات أستانا هي تحضير لمؤتمر سوتشي الذي سيكون بديلا لمؤتمر جنيف. هكذا تسعى القيادة الروسية لأن تضرب مؤتمر جنيف وتحوله. لماذا؟ لأن مؤتمر جنيف يحتكم فيه المتحاورون إلى قرارين من قرارات الأمم المتحدة، وفيه مرحلة حكم انتقالي في سوريا ليس للأسد دور فيها. أما مؤتمر سوتشي المزمع عقده في نهاية الشهر القادم، هو مؤتمر تستطيع الدول التي تصنعه أن تكيف الأمر كما تريد ولمصلحة النظام السوري. كما قلت لك بالنسبة للمعتقلين، النظام السوري قال ليس لدينا معتقلين، لدينا محكومين. وأنا أجزم أن جميع الموجودين في السجون السورية 90% منهم هم معتقلون ولا يحاكمون، وبعضهم أصبح له سنوات طويلة دون محاكمة. إذن كلها عبارة عن مضيعة للوقت وللخروج بشأن لمصلحة النظام السوري. وزير خارجية كازاخستان اليوم قال الهدف الأساسي لمؤتمر أستانا هو القضاء على داعش. إذن أين هي مصلحة الشعب السوري؟ أين هي الحرية التي طالب بها الشعب السوري وقدم؟ تحدثتم كذلك أن المؤتمر سوتشي أو مؤتمر جنيف وأستانا يقودان إلى مؤتمر سوتشي الذي سيحمل الحل السوري، هذا وفقا لرأيك. إلى أي مدى تظنون أن وفد المعارضة سيذهب ويوافق للذهاب إلى مؤتمر سوتشي، وما هو المكون الكردي الذي توافق عليه كل الأطراف للحضور في سوتشي؟ يعني حقيقة الأمر أنا لم أقل أن مؤتمر جنيف يؤدي إلى مؤتمر سوتشي، أنا قلت أن الحكومة الروسية والإيرانيين بالتحديد يحاولون أن يستبدلوا مؤتمر جنيف المحكوم بقرارين دوليين بمؤتمر سوتشي. وبالنسبة لحضور المعارضة، يعني اليوم وجهت الدعوة للفريق الحاضر في مؤتمر أستانا، وقال
رئيس الوفد أحمد طعمي أننا سنناقش إخواننا في الداخل والخارج حول الحضور، وأعتقد أنهم سيحضرون، لأنني أجزم أن المعارضة والنظام لا يمثلان الجماهير السورية التي خرجت مطالبة بالوحدة، كل يغني على ليلى من أجل تحقيق مكاسب شخصية لا علاقة. وماذا عن المكون الكردي الذي سيمثل الأكراد في سوتشي؟ البي كي كي الأتراك يحاولون قدر الإمكان يعني منع حضورهم، وهنالك جانب كردي، الاتحاد الوطني الديمقراطي هم الموافق عليهم من قبل تركيا، وهذا الموضوع سيبقى مسار خلاف بين تركيا وروسيا حول هذا الأمر، ولكن أجزم القول أن كل هذه المؤتمرات لن تكون في مصلحة الشعب السوري، وسترسم مستقبلا سيئا لسوريا ينتهي بتقسيم البلد. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي والصحفي السوري زياد المنجد، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.